14 أكتوبر 2012 يوم فاصل في تاريخ الصحافة التونسية، يوم اجتمع فيه 100 الصحفيين بمقر نقبتهم في إضراب عام احتجاجا على محاولة السلطة آنذاك السيطرة على وسائل الإعلام وتقييد حرية التعبير في البلاد. 17 أكتوبر 2016 يتم استدعاء حسان بالوعر مقدم برنامج ناس نسمع، والكرونيكور خليفة بن سالم والصحفي أمين امتراوي ووليد أحمد الفرشيشي وجمال العرفاوي للمثول أمام الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية على خلفية أراء ومواقف وتصريحات في البرنامج الحواري ناس نسمع. 4 سنوات بعد إضراب عام قطاع الصحافة والأصوات اللي تعالت لرفع اليد على المؤسسات الإعلامية والكف عن تهديد حرية التعبير والتضييق على الصحفيين، 4 سنوات لازلنا بعدها نسمع بصحفيين يتم استدعائهم للتحقيق، والأسماء اللي ذكرناها ليست سوى عينة من عشرات الصحفيين اللي تم التحقيق معهم على خلفية أراء ومواقف وتصريحات.